أهلا بكم في الهند يا أيها الأجانب. أظن في بلادتي هناك صهو بالكمبيوتر، صهو في البرنامج. لا أدري كيف رجعت هنا إلى بلدي بعد 20 سنة. كانت الهند في حياتي وفي نشأتي. أنا سعيد الحس وتمتع بامتياز أن أكون أجنبيا وهنديا معا، ومنيحة علي الحق أن أعيش بهذا البلد بالسكون. لما توفى زوجي في سنة 25 بسرطان، سألني الناس عن إرادتي لعودتي إلى بلادي. تأجبت كثيرا على هذا الاقتراح، لأن الهند هي بلدي وبها أقسم. إنها أحسن بلد في العالم، فلا بد من حبها. الدودة والرواية حادة للغاية لما تشعر بها، من الصعب التمتع بها في أماكن أخرى. أجنبيتي من ناحية تلتف أنظار الناس إلي، مثلا هم يقولون إنه جندي أو قائد الجيش من أوروبا. صرخ الناس عند رؤيتي الإنكليز أحيانا، لكنني ما شعرت بقلق أبدا. كنت قد حسبت نفسي كجزء لا يتجزأ، ولك شخص أجنبي وعشت معهم منذ زمن طويل. قد قضيت 40 سنة من 60 سنة من عمري في هذا البلد، وأظن أنه مكان طبيعي أن أسكن فيه. ما هو السر في الهند الذي يشجع الآخرون اكتشافها وتجربها وإدراك طبيعتها؟ يبدو أنها تملك الميزة منذ أزمنة سابقة، وفي دورها تستحوذ على الميزات المتعددة كي يبحث الزائر عمق خصائصها، واستطلع على أسطورتها وبصيرتها كي يجد حقيقتها على وضعها الراهن. لعل في مكان ما طوال الطريق تستسلم الأسطورة والبصيرة نفسهما كي تصبح كيانا جغرافيا واقتصاديا، وهنا تنكشف لفة التناقضات من ميزة موهمة إلى وحدة ثقافية بين التنوعات. إنها حقيقة ذات طبقات متعددة. أتى إليها من وقت لآخر الرواد والسياح والتجار وحتى الناهبين. كسر الجيوش الثروة والأقاليم لأجل ملوكهم، ويعوز الناس بالاضطهاد الديني. الحكماء يبحثون عن العلم والحكمة، الطلاب، القديسون يعزون الجمهور، والنهائياً أتت إليها طاقة إمبراطورية كي تكون جوهرة في تاجها. تشجعت العملية هذه الآخرين على المزيد من كشفها وفهمها وتوطينها فيما بعد. الهند هي ساحة تدريبية جيدة كي تصبح قوما. لمرات كثيرة توجد ناحية وراء ناحية الجنسية. هناك شيء في الهند حول جودة الروح والجودة الداخلية، وأنا ما واجهتها في أي مكان في العالم. إن سرت في طرق نيويورك سترى هنالك نيابة جميع الجنسيات أو حتى دولية، ولكن في حقيقتها إنه نوع من مبدأ الدولي بصورة خارجية. للهند طاقة كامنة لالتفات أنظار الناس إليها، يحسون بأنهم لا يلغون جنسيتهم بل يوسعونها. هل أنتم تعلمون؟ لا أظن أن في الهند يحس أحد برفضه إن كان هو أجنبي،
أظن أن الهنود يرون الناس من جميع أنحاء حياتهم، ويدل التاريخ الهندي على قدوم الأجانب إليها وتوطينها من قبلهم. تقبل أذهان الهنود تأثيرات أجنبية وطريقة حياتهم بسهولة، ويرحبونها بصميم قلوبهم. الهند كمثل سلطة، حيث أمريكا كمثل بطاقة، والفرق بينهما لما وضعت في البطاقة الأشياء وسلقت تنبثق منها في صورة أو حال، حيث في السلطة يبقي كلش في مكانها، الخيار، الطماطم، الخس، كل ما هو موجود فيه يبقي كخيار وطماطم وخس، بدلا أن يكون مسلوقا ومنبثقا في شكل أو حال. هذا الملتقى من التأثيرات وسلاحية فطرية لتغذية كل ما بذر في ترابها مع الحرية لتحقيقها الكاملة. هذه هي الهند منذ قديم الزمان وحتى اليوم. أعتقد أن هذه ثروة تقاليد الهند وتحديثها، وهذا جدير بالذكر. يقال نحن نعيش عبر القرون وفي نفس الوقت في ميلينيا، وإنه شيء عظيم عن الهند، ولهذا أنا أحب الهند وأفقد عنها. ليس فقط حضارتنا راية، لكنها أقدم حضارة باقية في العالم اليوم، والروحيتنا أقدم روحية في العالم، ونظامنا الطب أقدم نظام ساري المفعول في العالم حتى اليوم، وتقنيتنا للتنفس برانايام هي أقدم في العالم. لا يوجد شيء آخر اليوم فقدت جميع الحضارات القديمة ذات المعرفة والتقنية. إنها أرض ذو التنوع العظيم، تقع فيها الأشياء في مكان مناسبة بصورة رائعة. أجد هنا شيئا فاتنا، وهو أديانها وكونها مرتبط تاريخيا. إنه حقا أمر رائع. إن زننت حول الحروب الدينية وأعمال العنف التي اندلعت في الغرب وفي جميع أنحاء العالم الأخرى حتى في ذلك الحين، هذه القطعة يعني الهند بقيت آمنة. الهند هي الأرض ينطق فيها الناس بلغات مختلفة دون أي احتياج إلى تغييرها أو شيء يتعلق بها. أظن أن الهند هي أرض التنوع الكبير التي مرتبط بشيء ما لأجل وحدتها. مهما أنه هو التنوع الفعلي في صوغه والروح مركبة مع عجز إدراك طبعه، يأتي هذا الأمر يقينا لسوء التفاهم حول الهند في أعين الأجانب. وما يطبع من هذا هو ليس فقط إدراكا اختياريا، ولكن أكثر من صورة اختيارية تؤدي إلى مزيد من التورية والأساطير. أظن المسألة أن للأجانب لديهم صور طبقا للسمات العامة، وخاصة للذين لم يزوروا الهند،
وطبعا يشعرون في وقت زيارتهم إليها بأنها مختلفة جدا مما معبر عنها، خاصة بواسطة المطابع في الغرب في الحقيقة. عندما تزور الهند تسبق جزءا من سكانها وحياتهم، ولذلك عشت هنا لمدة طويلة وتزوجت بهندية بسبب أن سافرت في جميع أنحاء البلد وأشعر بالتقمص. بدأت أن أفكر مثلهم وأنظر مثلهم، وأدركت أن صورتها السلبية في الخارج. الغرب لا يرغب الاستثمار في الهند من أجل هذه الصورة السلبية. كنت أعرضت على التنقيد أحيانا على تقريري حول الهند، وأحيانا مؤسسة الإذاعة البريطانية أيضا أعرضت على التنقيد لتقريرها حول الهند. طبعا أنا ألفت كتبا وفيها النقد على هذه الشبه الجزيرة. وهنالك الضغط عليك، أما إذا هي الشؤون السياسية أو التقرير حول كارثة أو رشوة، إنه من الصعب لرجل صحفي أن يعمل في الهند. عليه الاختيار إما بين الخطوة السارية المفعول أو مكافحتها. ابحث زاوية سلبية أو حساسية، وإن كنت تقدم أي الحق أو المعارضة ستكون في الورطة. كما أظن الهند تخفض قيمتها بنفسها. هناك في الهند عادة ماذا يظن الناس حولها سلبيا. أقول لا تتفكر الهند حول آراء الناس وتركز الانتباع على التقدم، ويجب أن تفتكري على ما هي حصلت، وفي نفس الوقت تنظري إلى أعمالها الفاشلة وافتكري على إصلاحها. بسبب ما فازت الهند في مدة 50 عاما في مجالس زراعة، كان بمقدور الهند أن تطعم 950 مليون نسمة. إنه حقا تحقيق عظيم في الصناعة. نانو من الرواد، نانو من إحدى البلاد المتطورة. إنه حقا تحقيق رائع. وبعد ذلك هنالك التكنولوجيا للمعلومات وعلوم الكمبيوتر وشبكة الإنترنت في جامع أنحاء الهند. كل هذه جديرة بالذكر. قلت مرارا أن الهند بلد تصير إلى الأمام، هي بلد على وشك اكتشافها أمام العالم. انتظرنا لمدة طويلة ولكن الآن قد حدث، والآن نحن في السوق العالمية وأيضا على الثقة الصحيحة. مدة 30 سنة قد أصبح العالم مضيقاً، وبذلك صرنا مندمجاً. تأثر الغرب على الهند والهند على الغرب، ونتيجة هناك التعامل بينهما في جميع المستويات، إما هي تجارة أو حرفة أو سياحة أو التعليم. قد كسر السفر هنا، يوجد خارجين ومواطنين في الخارج. أظن أنها تجربة عظيمة لي. نحن خرجنا من الثقافة التقليدية إلى شيء مزيج، وفيه كل شيء من التكنولوجيا إلى التقليدية. لعل هي فترة من الزمان
ستجد فيها الهند نفسها في عالم جديد وفريدة. أعتقد في هذا الصدى حصلتم كثيرا لأن لديكم الجمهورية بدلا عن طريق مسرع آخر وفيه يسيطر عليها حزب واحد. मैं अंजलि हरिबाद से ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ. لاحظت تطورات عديدة في مجال الاقتصاد والتجارة في فترة حياتي في هذا البلد، لكن كما شاهدت وأكثر من هذه التطورات وقعت على نحو غير مرد بسبب تأثير الغرب وازدحار مجتمع مادي وجمع الأموال، هذان العنصران يحيطان الهند هذه الأيام، لكن هذا ما يحدث في العالم كله. نحن لا نحتاج ما هو الفضل من الغرب، وأظن أن للهند قد أمكن الحفاظ على الميزانية بين فتح أبوابها إلى الخارج ومنع توريد الأشياء غير مرغوبة فيها في أماكن أخرى. لا أوافق بالفكرة حول التحرير الكامل بأنه قابلة للعمل، ولا أوافق أن السوق هي تعمل فاصلا وحيدا لكل ما يحدث، وأظن أن في هذا البلد وكثير من سكانها مساكين. يجب على الحكومة أن تسيطر على الاقتصاد إلى حد ما، ولكن في نفس الوقت يجب أن تسيطر بطريقة فعالية وأن تقدر مساحات محددة لأجل السيطرة عليها. إنه مثال تام أنني لا نستعمل الدوق في مادة التي اقتصادية بصورة أساسية. مساعدات مالية من العالم الخارجي أمر يتعلق بالمصرف العالمي وهو غبيا. هم يسبون المال في المشاريع غير مناسبة وهي فقط كرد، فسنكون مفلسا بدفع إلى منظمة لجرياني نظاما تاما طويل المدى وهو غير قابل للأمل. أعتقد الهند قد تطورت واقتصاديتها قد تطورت، قد وقع فيها التحديث إلى حد كبير، قد تغيرت الأشياء، مع أن أشعر بأن تكون هناك التغيرات أكثر، ولكن في نفس الوقت أشعر بأن التغيرات هذه لا تكون إلى حد كما هي في أمريكا وفي أي بلد في الغرب. ليس في قلبي أي بغض ضدها، ولكن أنا أحب الهند لأنها هي الهند. وعندما كل بلد يكون على وضعه الراهن تظهر تجربته أن الهند تشجع التعدد في الأفكار والأعمال. التي تسمح الأفراد أن يقوموا برحلاتهم الشخصية دون صرامة التوافق إن توجد أو ستجد. Come on, my darling.
الفرصة التي تتهدد اللحن لأجل إظهار التعبيرات في الرقص والحركات. فيه يستعمل البدن مختلفا عن الرقص الغربي. أنت مثبت الأرض. الحركة الشخصية أكثر من الفن. إن أمك التعبير العاطفة وما وراء الطبيعة أصبحت سببا لوجودي في الرقص الكلاسيكي الهندي هذه السنوات. هذا الرقص مليء بالمجد ويقدم الفرصة لنا للتعبيرات والمفردات التي متطورة عبر القرون. किसके उर में आह उठेगी होगा जब लघु अंत हमारा किसके किसके उर में आह उठेगी होगा जब लघु अंत हमारा देखो टूट रहा है तारा هناك أشياء مجيزا أخرى مثلا مشروع توتل وكان مجيزا قضيت سنتين في الفيلم على اللمور للناشنال جيوغرافيك وكانت قصة مخترا جدا حول اللمور الوحشية لا أحد عمل بجد وكانت هناك أشياء غبية أخرى مثلا كنت أمشي قريب من محطة هورا في كولكاتا في ماضي قريب وسمعت هذا الصوت المعروف نظرت إلى الفوق على الشاشة وفي وسط المحطة كانوا يظهرون هذا الفيلم الذي أنا قملته وكان هناك زهاما شديدا وفيه الناس والشيالين والركاب جميعهم يشاهدونه كنت مشجعا وفكرت إنها حقيقة جيت وشفت بأن هناك ثروة تقاليد بالمهرة آني هذا غير قابل لليقين ولكن هذا يوجد هذا العالم كان موجودا من البداية ولكن الآخرون ما انتهج الفرصة ليروه يعني عملي مع أنوكي هذا أعطاني الفرصة مع الناس الذين مخلصون في عملهم ويجدون جهودهم لرفع مستوى الحياة بقدر ما ممكن لهم وتجربتي مع أنوكي التي أنا بينتكم أنا تركت ذلك الآن تلك التجربة ولكن حصلنا فرصة لتخلق مؤسسة حيث يجتمع الناس في طريقة مكرمة ومحترمة هم الفنانون والحرفيون والجهلة والغير المهرة يمكن لهم المساعدات مع الأنظمة مختلفة في المؤسسة إن مشاركتي في أعمال التعليم أعطتني إطمينانا كبيرا وخاصة المدرسة وجدت فيها سبرينغ ديلز أنت تعلم لدي آلاف من سبرينغ ديلز في جميع أنحاء العالم والحب والكرامة التي أعطوني كمدرسة هي غالية ولا أظن أن طلاب من الثقافة الأخرى سيعطون هذه الكرامة لأستاذهم كما تعلم بعد ولادة الأطفال أدركت تجربة لتربية الأطفال في الهند أعجبت هذه الثقافة في الهند للأسرة والأقدار التي كما أظن نادرة في عالمنا المادية وكما أظن إنها أساس حسنة لدى هذا البلد الأقدار في الأسرة قوية جدا الناس يكرمون الأطفال ويهدونهم في جميع المستويات حياتهم وأدركت أنها امتياز أن أنشأ الأطفال في هذا البلد وفي هذه الثقافة.
إنني عزب وغير متزوج بعد، وأخذت المسؤولية ما فكرت حول نهايتها، لكن أصبحت هذه علاقة طوال حياتي، وذلك الشرير هو متخرج من الجامعة ومادته علم التاريخ، والآن يتعلم الكمبيوتر والفوتوغرافي أيضا كما أتذكر. أهناك أي واحد أقرب من هذا؟ أظن أيمكنني أن أتزوج، لكن أدرك لا أستطيع. كل واحد منا يأتي بعنصر ضروري للمجموع، وربما بعد كشف الجنسية يحاول أن يشكل ثقافة هنا كي يشعر براحة هنا في بيئة هندية. أود أن أقول حول نفسك إلى هذه البيئة، ستشعر براحة عائلية. إنه بلد ورفعته مبنية على أفراده، يملك جوهرا وهو لا يتغير، لكن الصيغ التي تتغير دائما يمكنها أن تكون مهدا لحضارة أقدم في العالم. إنها حقيقة، البلد يتجرب ويتطور باستمرار، لكن يحافظ على آثاره في نفس الوقت. في الهند روحانية عظيمة، إنها ليست فقط طبقا لأنظمته، لكن هي في سلوك الناس وتسامحهم في طموحاتهم لشيء ما، إنسي عن التصوف، لكن هناك شيء وراء ذلك، وفي نفس الوقت هو بسيط. مهما كانت طريقة حياتي، هي لا تتغير السلوك، ويجب أنه لا يتغير، يعني السلوك. على سبيل المثال، الإنسان هو شخص ببعض الأقدار البشرية، ولذلك لا نفرق بين الناس هنا. الشخص الذي لديه الرحمة والكرامة هو الإنسان. إن كنت تحب الهداسة، لازم لا تترك هذه الميزة. لا سوء في الهداسة، ولكن لا تنبذ الميزة للمنافع المادية. أعتقد يدرك الغرب الآن أن بعض الأقدار هي مفقودة. أعتقد هم يعلمون الحقيقة ويرغبون إلى هذا البلد لأنها جعلت الأقدار حياً. يقول أوروبيندو للهند: والدي أرواح وإمام في هذا المجال، وأعتقد هذا صحيح. العالم هو كاشف الظلام، هو يزيل الظلام، هو لا يدرس. على سبيل المثال، إن كنت أدرس الناس، أصبح الناس معتمدون علي. أريد أن أجعلهم غير معتمدين كي يعيشوا بأنفسهم. يجب أن لا يكونوا أبدا لأي آخر. إنها فكرة شائعة وسارية المفعول أن الهند تعيش على حس الآخرين. لمزيد من الاكتشافات بها وفهم جمهورها وتوطينها فيما بعد، لأن وطنك الذي يحبه قلبك.